أحسنت. ويسأل عن الترديد خلف المؤذن، فيه أجر عظيم جدا. فأحيانا الإنسان يكون في مكان لا يستطيع أن يردد وراء الأذان، مثل يكون في الحمام مثل يقضي حاجته، فهذا يعني يسمع الأذان كاملا بعد أن يخرج يردده، ما في مانع. وأذكر كان شيخنا الشيخ العثيمين الله يرحمه، كنا أحيانا في أثناء الدرس خاصة درس المغرب، ويدخل وقت أذان العشاء والشيخ يتكلم والمؤذن يؤذن والشيخ يستمر في كلامه حتى لا يقطع سياق الكلام وترتيب الأفكار، فكان يستمر حتى يصل المؤذن إلى حي على الصلاة حي الفلاح، والشيخ مستمر أحيانا في الدرس. بعد أن ينتهي الشيخ يقف يردد ما بدأه المؤذن، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. كذلك إذا كنت في السيارة وسمعت الأذان، إذا كنت تستطيع أن تقف أوقف شوي واسمع الأذان كامل ثم حرك في السيارة، ترى هي دقيقة أو دقيقتان. أو سمعت بعض الأذان من مسجد كملت مع مسجد آخر أيضا لا بأس، يجوز أنك تسمع جزء من الأذان مع مسجد، مثلا تمشي أنت مثلا سمعت الأذان، خاصة المساجد الحمد لله تؤذن في وقت واحد مع بعض، مثلا سمعت نصف الأذان من هذا المسجد، سمعت نصف الأذان من مسجد مثلا وقيان، سمعت باقي الأذان مثلا، ما يضر إن شاء الله تعالى. لكن الإنسان يحرص أنه يتوقف قليلا حتى يسمع كامل الأذان ثم ينطلق. مثلا رايح عندك شغل مثلا معاملة وزارة مثلا أذان الظهر مثلا، وانت داخل سمع الأذان، وصلت مثلا وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله، وانت تبي تدخل مثلا الوزارة أو تنزل، أوقف هالدقيقة ميم أخرتك إن شاء الله تعالى حتى تستكمل باقي الأذان ثم ادخل وأنجز معه. وإن كان مستحبا وليس واجبا، لكن أيضا الإنسان لا يفوت هذا الخير، فيه خير عظيم. نعم.